تواصل وزارة الداخلية جهودها على مستوى الجمهورية في مجالي الأمن العام ومكافحة المخدرات، حيث حققت نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 754 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 26 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل وسرقة وسلاح ومخدرات، وضبط معهم 302 قطعة سلاح ناري وكمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 111 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 862 قطعة سلاح ناري أبرزها رشاش، 113 بندقية، 67 بندقية آلية، 51 مسدسا، و630 فرد محل الصنعة، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، و85 خزينة، إضافة ل 1660 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، وبداخلهم أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 474,590 حكماً قضائياً، من بينهم 1812 حكم جناية و178,996 حكم حبس و228,907 حكم غرامة و64,875 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 9 تشكيلات عصابية ضموا 33 متهماً، قاموا بارتكاب 17 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 87 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 119 متهماً وإعادة 38 سيارة مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 2336 قضية إتجار في المواد المخدرة بإجمالي 2633 متهماً، من بينها ما يزيد على 4168 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وقرابة 7258 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر، وكمية من مخدر الهروين وزنت حوالي 124.5 كيلوغرام، وضبط قرابة 30.5 كيلوغرام من مخدر الأيس الشابو، إضافة إلى ما يزيد على 80.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 25,900 قرص مؤثر، و11,276 قرص ترامادول مخدر، و1129 قرص كيبتاجون. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 345 مليون جنيه. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، كما تم ضبط قضيتين غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة
50,200,000 جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.